يقول سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يقود فريق البحرين للترايثلون في سباق جزر الكناري الإسبانية بأولى المشاركات الأوروبية والذي ينطلق صباح السبت بمشاركة كبيرة من مختلف متسابقي رواد العالم. وحددت اللجنة المنظمة للسباق المسار الذي سيسلكه المتسابقون في الترايثلون والذي يعد من بين السباقات الأقوى في القارة الأوروبية. ويبدأ السباق الذي يتكون من 3 مراحل باجتياز مسافة 1.9 كيلو سباحة يلي سباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا ويختتم السباق بالجري 21 كيلو و100 متر. هذا وقد أجرى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وكافة أفراد الفريق التدريبات الأخيرة وذلك للتعرف على الجاهزية الأخيرة للفريق قبل انطلاقة السباق، كما تم الاطلاع على مواقع السباق. وفي نهاية الحصة التدريبية الأخيرة التقى سمو الشيخ ناصر مع أعضاء الفريق وحثهم على إنهاء السباق بصورة متميزة والعمل بكل جد وإخلاص في سبيل تحقيق إنجاز جديد باسم المملكة، مشيرا إلى أن الفريق ومن خلال الخبرة الواسعة التي اكتسبها قادر على تعزيز الإنجازات بصورة تكفل رفع علم المملكة عاليا في مختلف المحافل. واستعدادا لهذا السباق، فقد قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأفراد الفريق البحريني المشارك في البطولة بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والتسجيل للمشاركة في البطولة، كما قام الفريق بتسلم كافة المعدات إلى اللجنة المنظمة وذلك طبقا للوائح الخاصة بهذه البطولة، حيث تم إعداد منطقة تسليم المعدات بالصورة المتميزة. هذا وقد أعرب سمو الشيخ ناصر عن ارتياحه بالاستعدادات الكبيرة للفريق التي سبقت انطلاقة السباق وذلك من خلال الاطلاع على كافة التحضيرات والتي تؤكد جاهزية الفريق البحريني للمشاركة في البطولة الهامة. وأشار سموه إلى أن الفريق البحريني قد وصل استعداداته بصورة شاملة من البحرين لغاية المشاركة في هذا السباق والذي يهدف من خلاله كافة أفراد الفريق إلى الانتهاء من المشاركة بكل نجاح وتحقيق إنجاز جديد. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن كافة الأمور مهيئة بصورة جيدة للفريق لإكمال كافة المراحل التي يتضمنها السباق والنظر في تحقيق إنجاز جديد للفريق في سباقات الترايثلون. السباق أعتقد أن خطته خطة تحمل، يعني منه يتعب آخر واحد أعتقد هو الفائز. الجزيرة اللي احنا فيها عبارة عن جبل وإحنا على أطراف الجبل هذه في الشقوق والوديان اللي تمر في الجبل، فما فيها الصعدات الطويلة اللي إحنا مرينا فيها مثل مايوركا مثل فيس بادن في ألمانيا ولكن أو الفلبين، ولكن صعوبة هذه الروتات أنا أشوفها أصعب من باقي السباقات اللي رحنا لها، لأن من ننطلق إلى أن نوصل وإحنا في طلوع ونزول ووايد تكنيكال، يعني يحتاج إلى تركيز عالي، في خطوره شوي، لكن يعني احنا الحمد لله قيادتنا للدراجة اصبحنا الحين متمكنين منها. ناصر بن حمد جاهز لهالمواقف هذه ان شاء الله، يعني احنا ما ننزل من يعني العشر او الخمسه الاوائل، وهذا الهدف اليوم ان شاء الله، واحنا جاهزين لهذه المهمه اذا الله وفقنا وما عندنا اي مشاكل ان شاء الله نحن راح ندي المهمه.